الله تبارك الله. طبعا هذا لون بس لون ذهبي. هذه ما صنعوا منها الا 25 سيارة ما فيها ذهب طبعا. عاد تذكرون جربت لكم واحدة الله يا هو يروح. الابيض طبعا من ضمن الطلبات اللون الابيض والبنفسجي. شوف السقف جربت تذكرون لارج. اللون الابيض مو ابيض 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 ناصع على قولتهم. شوف الطاولات عاد شارح لكم انا بالتفصيل. مو هاد هذه لونج وداخلية لون ابيض بنفس الجبال. تذكرت الباب بالطريقة هذه. طبعا لازم يكون المفتاح معك. لا بدون المحرك هو نفس الفانتوم اللي نزل 2018 واللي صار عليه يعتبر جيل جديد. حجم الماكينة 6.75 12 سلندر وقوة 563 حصان والعزم 900 نيوتن توين تيربو والجير 8 سرعات زد 7.1. طبعا التسارع من 0 إلى 100 5.3. بحط لكم الرابط حق التجربة اللي فصلتها لكم بالتفصيل وراح تشوف. هذا الداون هذه الريس اللون كلام كبير. شو الداخلية التطريز مع انه اللون شاطح بس في متناسق. شلون بعد البرتقالي زي هالسيارات هذه لو يشطحون بالالوان بتطلع فخمه. التكحيلات اللي برا كلها باللون الاسود. هذا الكلن لون روعة. واضح انه لون جديد لانه الاصدارات اللي نزلت كل الالوان ما كان موجود هذا اللون. شوف حتى الداخلية
أبو شوف غير غير غير. تخشيب طبيعي ومطفي. أول ما جابوا للرياض عشان طقت مشاهدات أكثر من 700,000. بالنسبة للمحرك فهو نفس محرك الفانتوم 6.75 12 سلندر بقوة 563 حصان والعزم 850 نيوتن. راح أحط لكم رابط التجربة اللي جربته أول ما وصل الرياض. كل الروابط حق الفانتوم 2018 وحق الكولر راح أحطه لكم تحت بالوصف. هذه اكسسوارات اللي تطلبها بالسيارة. شايفين هذه الشنطة، هذا من ضمن الاكسسوارات. درج تسحب، كرسي طالع، كواب ملاحق، وهذه الكرسي. وهذه كراسي، كراسي تصفط الكرسي وتدخلت جوته. شايفين؟ ترجع الكرسي بشكل هذا مع الطاولة اللي هنا. طبعا هذا من ضمن الاكسسوارات اللي تطلب، كل شيء بحسابه طبعا. سأعطونا رايكم باللون. الهيدروليك ترى مرفوع لآخر شيء. أنا بس الجنب هو اللي منقص من جمالية الشكل، ولا من قدام ومن ورا ومن داخل فخم. هلا بالحلوين، هلا هلا. كولينن الفئة هذه سعرها 2,200,000 طال عمرك. عسى الله يرزقكم قيمته وواحد زي هذا. قولوا امين يا الغالين. طبعا بناخذ لفة تقريبا مدة ساعة او ساعة الا ربع ان شاء الله باذن الله. 6 سيارات اللي طالع جروب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اقول والله يا هو بصوت سحري، قمة بالراحة على كل السيارات اللي سكتها. ما بحياتي شفت موتر مريح زي هذا. لا والعزل، يتكلم عن العزل. اقزاز 6 ملي يا حبيبي. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. احساسك انك جالس بسويت ملكي ويمشي بك، هذا اقرب احساسك اقول لكم. ما شاء الله ما شاء الله. استمتع. وبس سلامتكم الغاليين، لا زال باقي اجزاء تغطية معرض جنيف الدولي، والروابط راح احطها لكم تحت. في امان الله وبحفظ الكريم.